حبايبي، بالنسبة للأشخاص اللي يعانون من النحافة ويردون يسمنون، جبت لكم 3 مسمنات طبيعية وما لها أي أضرار جانبية وآمنة بنفس الوقت. المسمن الأول هو بيورد فورد، هذا يحتوي على خلاصة الخميرة وأيضا يحتوي على الحلبة، واثنيناتهم مكونات طبيعية تساعد على زيادة الوزن ويفتح الشهية ويساعد على الهضم، وأيضا يسرع من عملية تحويل المواد السكرية والكربوهيدرات والبروتينات إلى دهون وتخزن فيها الجسم، وأيضا يسرع من عملية خزن الدهون في الخلايا الدهنية. وطريقة استعماله هو يستعمل من قرص واحد إلى قرصين بعد كل وجبة بنص ساعة. أما المسمن الثاني هو هيدروكات ويت جينر، الأمريكي الأصلي، يستعمل لزيادة الوزن وأيضا زيادة الشهية، وأيضا يقوي الأعصاب ويغذي الجسم، وأيضا يعالج فقر الدم وآمن على المدى البعيد. يستعمل حباية قبل الريوق صباحا وحباية قبل العشاء مساء. أما المسمن الأخير هو فات فاست، أيضا جدا ممتاز في التسمين وأيضا يفتح الشهية وآمن.